هاي بنات، مرة تانية ويلا بينا ونجاوب على أول سؤال في الميك اب تاج. أنا معايا الموبايل بتاعي هنا في الأسئلة، وطبعا هكتبه على الشاشة هنا لو حابين انتوا تجاوبوا على نفس السؤال. أول سؤال هو، هل انتي فاكرة أول ميك اب ايتم أو أول ميك اب، أول حاجة ميك اب استخدمتيها خالص؟ بالنسبة لي أول حاجة استخدمتها كان قلم كحل أو قلم ايلاينر اللي هو بيتحط جوه العين، كان قلم كحل اللي هو لو انتم من مصر عارف يعني هتبقوا عارفين، الناس القديمة شوية هتبقى عارفة في قلم كحل لونه ذهبي كده، كان تحفة جدا، كان بتاع ماما ودتوني، وكان نوع من هدية، كنت ساعتها لسه في الثانوي، كنت في ثانية ثانوي، وكان أول حاجة خالص استخدمتها في الميك اب. كنت دايما بحط كحل جوه عيني، كان لونه حلو جدا وكان ناعم جدا وأسود جدا، وكان ثابت طول اليوم، فكنت بحطه قبل ما أنزل أروح الدروس بالذات، كان نوع من الميك اب. ده كان بالنسبة لي الماكسيمم، يعني ماكسيمم ثينج بالنسبة للميك اب، فده كان أول ميك اب ايتم خالص بقيت أشرب. اوكي شرقت بس بس كده، ده كان اول حاجة خالص، اول ميك اب ايتم انا استخدمتها على الاطلاق هو كان قلم كحل اسود في تانية ثانوي. ده بالنسبة للسؤال بتاع النهاردة، يلا بينا نروح للفيديو الجاي اللي هو هيبقى بكرة ونجاوب على السؤال رقم 2. باي.